عملت إدارة الأوقاف السنية على تهيئة الأجواء الإيمانية لعودة آمنة للمصلين لممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة في شهر رمضان المبارك. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضعت خطة متكاملة لتسهيل كل الإمكانات أمام المصلين المؤدين لمختلف أنواع العبادات والاعتكاف داخل بيوت الله خلال الشهر الفضيل. من بعد رفع القيود والإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة على مساجد البحرين وجوامعها كليا والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية بداخلها وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% ومن دون أي تباعد يذكر بين صفوفهم، سارعت إدارة الأوقاف السنية إلى ترجمة الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي هدفت إلى إعادة تهيئة الأجواء الإيمانية داخل دور العبادة لتنكفئ فعليا إلى الواقع فيها ملامح وصور استقبال جمهور المصلين المؤدين لمختلف أنواع العبادات والاعتكاف ببيوت الله وفي الأيام العادية وخلال شهر رمضان المبارك على وجه التحديد، وبما يتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ذلك الصيانات الشاملة التي تزيد في رمضان سواء ما يتعلق بالصوتيات أو تغيير السجاد وغير ذلك ومصليات النساء، وكذلك في الجانب الدعوي فإن إدارة الأوقاف السنية حرصت على وجود الكلمات الوعظية في جميع مساجد البحرين بترتيب الكلمات في جميع المحافظات، وعمل بعض المسابقات الدينية والثقافية للعموم. انفراجة عليا فيها الحق قد سما واستقوى على جائحة كانت قد أركست مناحي الحياة كاملة وأضمأت أرواح المصلين ممن تعطشت جوارحهم لمواعيد اللقاءات الخمس مع خالقهم، لتعمل جاهدة الأوقاف السنية على تذليل الإمكانات كافة وتوفير السبل الحقيقية لعودة آمنة وسليمة دينيا وصحيا لقوافل الراجين من الله من العابدين عظيم الأجر وثواب الدنيا والآخرة. إدارة الأوقاف السنية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية مع بداية هذه الأزمة، وخففت هذه الإجراءات تماشيا مع توجه والتوجيهات الصحية الرسمية في الدولة، إلى أن وصلنا في هذا الوقت أن المساجد تصلي بجميع ساعتها الاستيعابية، وجعلت خيار لبس الكمامات لمن يرغب من المصلين. السلام عليكم ورحمة الله. وستعاود دور العبادة كافة في البحرين إعطاء الدروس والمحاضرات الدينية وإلقاء التلاوات القرآنية فيها خلال شهر الصوم والغفران. إعلان رسمي لعودة المصلين وتواجدهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وتحقيقا لقول الباري عز وجل في محكم كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ليصدح في الوقت ذاته ذلك الصوت الذي اعتادت الآذان سماعه والترحيب بذكر الله من خلاله، مرددا حي على الصلاة، ليفلح كل ملب للنداء استجاب لأداء الرابط الوثيق الذي يجمعه بربه. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.